نشرة أخبار الرابعة من يو تي في، أهلا بكم. أجرى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري جولة جوية بطائرة هليكوبتر إلى معسكر الحامية في جرف الصخر شمالي بابل. وأفاد مراسل يو تي في أن وزير الداخلية اصطحب معه في جولته الجوية محافظ بابل وسام أصلان. وفي تصريح أدلى به المحافظ قال إن الجولة للاطلاع على الطريق الذي يربط بغداد بكربلاء مرورا ببابل، موضحا أن الغاية تأمين الطريق الجديد ولا سيما في الزيارة الأربعينية. كون 70% من الزوار اللي يقصدون محافظة كربلاء يمرون بمحافظة بابل، وعليه هذا الطريق من الشوارع الأساسية والمهمة اللي من شأنها أنها تخفف الزخم. اجى هذا الشارع بناء على توجيهات دولة الرئيس بإيجاد حلول جذرية للاختناقات اللي تصير أثناء زيارة الأربعين في محافظة كربلاء. وما زيارة الأخوة اليوم للمحافظة معالي وزير الداخلية ومستشار رئيس وزراء ومدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور إلا لأهمية حقيقة هذا الشارع والآثار الإيجابية المترتبة عليه في حال تنفيذه. نشرت مواقع مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقطعا مصورا يظهر فيه الصدر بتفقد مقر للحشد في النجف تعرض لهجوم، مؤكدا رفضه العنف واستخدام السلاح من أي جهة كانت. من تضرر؟ كنت أضرار؟ لا ما أضرار. منين ضرر؟ مرة شارع العام. أهاليكم ما ضرر؟ لا عسكريين. الحمد لله. الله يسلمك. رجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن تكون جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء بداية انطلاق تنفيذ قانون الموازنة في الوزارات ومؤسسات الدولة. وخلال تصريح صحفي قال كوجر إن الطعون التي قدمت من قبل الحكومة على مواد وفقرات في قانون الموازنة هي التي تتوقف وليس قانون الموازنة، فيما استبعد أن تؤثر هذه الطعون على مضيها. قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني بالكاردينال لويس ساكو، بل هو جاء لتصحيح وضع دستوري. وخلال استقباله القائمة بأعمال سفارة الفاتيكان في بغداد تشارلز سونا، أوضح رشيد أن المرسوم صدر من دون سند دستوري أو قانوني، فضلا عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى لإصدار مراسيم جمهورية مماثلة، مؤكدا أن ساكو يحظى باحترام وتقدير من رئاسة الجمهورية. من جانبه أكد سونا أن سفارة الفاتيكان ليس لديها أي ملاحظات على إجراءات رئاسة الجمهورية. تتفاعل قضية سحب تفويض بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، إذ شهدت عينكاوا احتجاجا على سحب التفويض وفيما عده أساقفة مؤامرة، لوح رؤساء منظمات مسيحية باللجوء إلى المجتمع الدولي والفاتيكان. يحتج هؤلاء المتظاهرون في ناحية عينكاوا معقل المسيحيين في كردستان على قرار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد سحب المرسوم الخاص ببطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس ساكو. المرسوم الملغى كان يفوض ساكو بأوقاف الكنيسة الكلدانية. ساكو قرر ترك مقره الكنسي في بغداد وفي النية نقل سلطاته إلى كردستان احتجاجا على ما يتعرض له من مضايقات، بينما عد أساقفة بارزون سحب المرسوم بالمؤامرة على المكون المسيحي في العراق. صدور المرسوم بهذه الطريقة يعد استهداف لشخص البطريرك والكنيسة الكلدانية، مع كل الاحترام للتوضيحات اللي صدرت لاحقا من قبل رئاسة الجمهورية.
الأوساط المسيحية هنا ترى أن ميليشيات مسيحية مدعومة من جهات متنفذة ومسلحة تقف وراء القرار الأخير لرئيس الجمهورية للسيطرة على أملاك الكنيسة الكلدانية. هناك أسباب سياسية وضغط من قبل كيانات معينة موجودة داخل الدولة العراقية وغير مسموح بها التدخل في شؤون الكنيسة، ولهذا سوف نضطر إلى التدخل المجتمع الدولي والفاتيكان أيضا، ولا نسكت على هذه المخاطر التي تهدد وجود المسيحيين في العراق. ساكو أكد في بيان تعرضه لضغوط مستمرة بدوافع سياسية بعد صدور قرار من محكمة عراقية باستخدامه. 1,500,000 مسيحي في العراق قبل 2003، والآن لا تتجاوز أعدادهم 300,000 نسمة نتيجة للعنف والهجمات المسلحة، فيما يرى كثير منهم أن الاستهداف السياسي الأخير كما يصفونه مكملا لمسلسل استهدافهم الممتد منذ 20 سنة. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. في الأنبار، فوجئ أصحاب أراضي السكر الزراعية شمالية الفلوجة بتحويل جنس أراضيهم الزراعية إلى استثمارية، فيما تؤكد وزارة الزراعة عدم إعطاء إجازة بذلك، معتبرة إجراءات تحويل الأرض غير قانونية. التجريف هو ما تنتظره هذه النخلة وأخواتها في أراضي السكر شمالي الفلوجة. المساحات الزراعية لعقود 117 يراد لها أن تتحول إلى مشاريع استثمارية، وهو ما يرفضه الفلاحون المثقلة ذممهم بملايين الدنانير من القروض الزراعية، وسدادها يعتمد على نتاج هذه الأرض. هذا النخل منو سواه؟ سواه المستثمر؟ هسا مطلوب لهم عاني حوالي 3,000 نخلة، ما عندي منين اجيب غير هم من شيء ياخذون القاع، منين اجيب لهم عن هيئه النخيل؟ ومطلوب حوالي 800 مليون اني هسه قروض، ماخذ عليها مكينه وماخذ عليها ماطور وماخذ عليها دايركتور وماخذ عليها التدري. يابا انتم ما عندكم حظ وبخت، انتم بتروحون على الصحراء تاخذون استثمار على هنا؟ وين دعم الزراعه يا اخي؟ اذا هو يستثمرها مجمعات سكنيه او مجمعات مولات او اخرى، هاي كلها مناطق زراعيه احنا وعينا عليها وعليها ابائنا واجدادنا. هاي الأرض احنا عاقدين عليها وعشنا بيها وربينا بيها، يعني هو الإنسان يموت على اثنين، اللي هو عرضه وعرضه. يقول أصحاب العقود إن إجراءات فوجئوا بها تقضي بتحويل جنس الأرض إلى سكنية، في حين تؤكد الزراعة عدم إعطاء إجازة بذلك وفق ما ذكره المتعاقدون. أفصحوا بكتب رسمية بأن هذه الأرض لا زالت عقد ولا زال التزاماتكم مستمرة به، وأن إجراءات تحويل الأرض غير قانوني. وزارة الزراعة عندما راجعتهم أبلغوني أنه عقدي صار المفعول وغير ملغى، وهي من العقود التي لا تلغى، وعندما أتي إلى استخدام أرضي لأغراض الزراعة أجد من يقوم بتجريفها ومنعي من استغلالها لأغراض الاستثمار. تحتفظ عقود 117 بخصوصية عن سائر العقود الزراعية التي فوض القانون أصحابها بتجديدها كل 25 عاما، فيما أقر مجلس الوزراء مؤخرا بتمليكها وفق قرار 320، وهو ما يتحرك المتعاقدون لتطبيقه. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار. قالت وزارة النفط إن المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاقية مع شركة توتال الفرنسية ستحقق 600 مليون قدم مكعب من الغاز، مستدركة بالقول إن ذلك لن يحقق الاكتفاء بسبب النقص في تزويد محطات الكهرباء. المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة نصير عزيز ذكر في تصريح صحفي أن المشاريع الأربعة التي وقعت عقودها مع الشركة الفرنسية تعد استراتيجية، مبينا أنها ستنجز خلال عامي 2028 و2029، فيما أشار إلى أن العراق سيشارك فيها بقيمة 1,400,000,000 دولار. في البصرة، وضعت شركة غاز الجنوب خطة أمدها 5 سنوات لاستغلال الغاز بدلا من حرقه،
وتشمل الخطة تنفيذ مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار، فضلا عن إبرام عقود لاستثمار الغاز في 13 رقعة غازية. ومن المتوقع أن تنتج نحو 1 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يؤمن حاجة البلاد. خطة أمدها 5 سنوات وضعتها شركة غاز الجنوب لاستغلال الغاز بدلا من حرقه في الحقول النفطية، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار، فضلا عن طرح جولة تراخيص سادسة للتنقيب عن الغاز في 13 رقعة استكشافية. ومن المتوقع أن توفر مجتمعة مع جولة التراخيص الخامسة نحو 1 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يؤمن حاجة البلاد لتجهيز محطات توليد إنتاج الكهرباء التي تعتمد حاليا على الغاز الإيراني. خطة خمسية، كلف التخمينية لهذه المشاريع بالإجمال تصل إلى 3 مليار دولار، وأيضا ستنطلق إن شاء الله الجولة السادسة، أيضا هي عبارة عن رقعة غازية 13 رقعة غازية، أيضا هذا سيساهم بشكل كبير في زيادة، نمكن أن نصل إلى الإنتاج أو اللي يكفي سد الحاجة المحلية، ولربما نلجأ إلى التصدير. واضطر العراق إلى توقيع اتفاق جديد مع إيران لمقايضة نفطه مقابل الغاز الذي يحتاج إليه لتوليد الطاقة الكهربائية، بسبب عدم قدرة إنتاجه الوطني على تلبية الحاجة المتزايدة للغاز لضعف الإمكانات التقنية لاستغلاله. حسب الإحصائية الأخيرة توصلت يعني وزارة الكهرباء إلى إنتاج ما يقارب 25,000 ميجاوات من الكهرباء، وبالتالي هذا يحتاج إلى كميات ضخمة من الغاز. كل الإنتاج اللي ينتج حاليا المجهز للشبكة بحدود 1,000 إلى 1,200 مليون قدم مكعب، هذا طبعا غير كافي لتوليد أو لتشغيل كامل محطات الكهرباء. وتفكر الحكومة العراقية ضمن خططها لاستبدال الغاز الإيراني باستيراد الغاز من تركمانستان وقطر، وهذا ما يحتاج إلى بنية تحتية، وإلى حين تنفيذها سيبقى الاعتماد قائما على غاز إيران بحسب مختصين. العراق سوف يستمر بالاعتماد على الغاز الإيراني على مدى 5 سنوات مقبلة على أقل تقدير، إذا افترضنا أن السياسة الاقتصادية سوف تنجح في اتفاقاتها مع توتال انرجيز ومع جولات التراخيص الخامسة التكميلية التي تستهدف إنتاج 1600 مليون قدم مكعب. إذا هذا ما تحقق على أرض الواقع، هذا ممكن أن يقلل أو يحقق اكتفاء ذاتي. التقليل من الاعتماد على الغاز المستورد لتوليد الكهرباء سيستغرق عدة أعوام وفقا لحسابات الحكومة التي حولت بوصلة اهتمامها من استثمار النفط إلى الغاز مؤخرا. ومن دون حل أزمة الغاز بشكل جذري، فإن أزمة الكهرباء ستبقى قائمة في العراق وتتفاقم من عام إلى آخر، لا سيما في أشهر الصيف الحارقة. سعد قصيد، يو تي في، محافظة البصرة. قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن الوزارة تمتلك عقودا لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، بعضها مدرج على الموازنة وسيتم تنفيذه، والبعض الآخر عن طريق القروض، فيما تحدث خلال تصريح صحفي إلى وجود عقبات تواجه تمويل الشركات المنفذة لهذه المحطات. يعني بالتأكيد اليوم توجه الوزارة والحكومة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، هذا أولا في إطار تعدد وتنوع مصادر الطاقة، مضاف إلى ذلك اليوم ترويج هذه الفكرة للمواطنين، هنالك مبادرة حكومية يرعاها البنك المركزي لإطلاق قروض صغيرة وسلف لصالح المواطنين فيما يخص شراء منظومات الطاقة الشمسية، لأولا للاستفادة منها بشكل شخصي قدر تعلق الأمر بالمنازل والوحدات السكنية، مضاف إلى معونة الشبكة والسيطرة على الأحمال خصوصا بظل ارتفاع درجات الحرارة، من الممكن استثمار هذه الطاقة الشمسية لصالح توليد الكهرباء. كوزارة اليوم احنا ماضيين ولدينا عقود لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، منها ما أدرج على الموازنة وسينفذ إن شاء الله، ومنها ما سيكون إن شاء الله على القروض. بغية ما نحتاج تذليله
هو إجراءات الغلق المالي، إجراءات منح البنوك العالمية لصالح تمويل هذه المحطات، لأن بعض عقود الطاقة الشمسية فيما يخص المحطات هي فرص استثمارية، نحتاج تدليل هذا الجانب مع البنوك العالمية لتسهيل إقراض هذه الشركات العاملة، مضاف إلى تقليل الفوائد المترتبة على الكهرباء. اليوم بعض البنوك العالمية تضع العراق في ضوابط تصل بها نسبة الفائدة إلى جزء مبالغ به، نتيجة أنه لحد الآن العراق موضوع بالزون الأحمر. لم تعد التصريحات قرب تجاوز أزمة الكهرباء تطمئن أحدا في العراق، لا على مستوى المواطنين ولا على مستوى الدولة والقطاعات الاقتصادية، ما دفع عددا من تلك المؤسسات لاعتماد حلول بديلة، منها التوجه نحو الطاقة النظيفة. مع بلوغ ذروة الصيف وانخفاض ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، يزداد إقبال المواطنين على منظومات الطاقة الشمسية كبديل ناجح لمشاكل الكهرباء والمولدات. ورغم ارتفاع تكاليف ألواح الطاقة الشمسية، فإنها تعد حلا لأزمة الطاقة بعدما أثبت جدارتها. والله الإقبال جيد نوعا ما، يتجهون للطاقة الشمسية لأن هي طاقة أول شيء أنه مستمرة عندهم ومضبوطة وتنطيك 220 فولت ثابت مستقر، يعني حتى ما أنه تحتاج رافع فولتية أو تتجه لأنه مثلا تشد مولدة أو غاز ودوخة أي سوالف، فيتجهون للطاقة الشمسية على مود السهولة لهم والضمان أكثر. لا يقتصر الإقبال على ألواح ومنظومات الطاقة الشمسية على المواطنين وحسب، فدوائر الدولة ومؤسسات والشركات القطاعين الخاص والعام تتجه نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة واستبدال الأسلاك والمحولات والمولدات بألواح وبطاريات لا تصدر تلوثا بيئيا ولا صوتيا. الطاقة النظيفة أهمية كبيرة في العلامات المرورية المنتشرة في الشوارع، وذلك للاستغناء عن التيار الكهربائي من مد كابلات من حفر الشارع، وأكيد موضوع انقطاع الكهرباء والانقطاع المبرمج، أكيد الطاقة الشمسية بديل جيد جدا. وتسعى وزارة الكهرباء لدخول ميدان الطاقة النظيفة عبر إنشاء حقول الألواح الشمسية لتقليل الانبعاثات والملوثات وتوفير بدائل لشح الغاز وسقوط الأبراج وتوقف محطات التوليد، إذ يعاني منه العراق منذ عقود. هناك توجه من قبل وزارة الكهرباء لإنشاء مزارع الطاقة الشمسية، وخصوصا هي الطاقة النظيفة والبديل الجيد والممتاز في سبيل دعم المنظومة الكهربائية. جميع المجالات والقطاعات ممكن استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة. وبعد إعلان البنك المركزي دعم منظومات الطاقة المتجددة والتزام العراق دوليا بالاستغناء عن الطاقة المنتجة عن طريق الوقود الأحفوري عام 2030، تتجه عديد من مؤسسات الدولة إلى الاعتماد على الطاقة البديلة وتنفيذ خطط للاستغناء عن الكهرباء التقليدية تماما. من الموصل محمد سالم، UTV. عانى والحدباء والسراجي، منارتان ومئذنة تاريخية، توثق شبكة مراسلي UTV مصائرها من معاويل داعش الإرهابي وألغامه إلى جرافات السلطة. في منتصف ثمانينيات القرن المنصرم، عندما غمرت مياه سد حديث مئذنة مدينة عانى التي تعود إلى العصر العباسي، استعان العراق بخبرات هذا الرجل المهندس مصطفى مرشد العاني لنقل هذا المعلم الأثري المهم وعدم التفريط به. تقع المنارة فوق جزيرة على نهر الفرات وتحيط بها المياه. المهمة كانت معقدة وتطلب الأمر استخدام قوارب لنقلها إلى مدينة عانى الجديدة. هاي التجربة خضناها بالثمانينات، علما أنها موجودة في وسط النهر ونقلت إلى الجانب الأيمن، وكان هذا ضمن برنامج، خلينا نسميه البرنامج الأول لنقل لتقطيع ونقل المنارة من الضفة لمسافة حوالي 15 كيلومتر بعدم وجود أي طريق إلى مكانها الجديد ونصبها في مكانها. فعملية نقل أي بارت أو أي شيء موجودة بالعالم كله حاليا، وآخر شيء تركيا عندهم حمام تاريخي أو شيء نقلوه. عام 2006 هدمت منارة عانى من قبل المجاميع المسلحة آنذاك،
وبعد إعادة بنائها تعرضت مرة أخرى على يد داعش لتفجير آخر حولها إلى ركام. أما الآن وبعد محاولات طمس هويتها تعود مجددا بذات التصميم وتلك الأحجار عالية في سماء الأنبار. منارة الحدباء كانت واحدة من المنائر والأبراج المائلة والنادرة في العالم مثل برج بيزا المائل في إيطاليا، كان ذلك حتى سقوطها في عام 2017 خلال معارك استعادة الموصل من داعش. لم يكن سقوط منارة الحدباء الأخير على يد الإرهاب هو الأول، بل سبقه قبل ذلك تضرر أجزاء كبيرة منها خلال ثمانينيات القرن الماضي، لكن أعمالا ترميمية جرت على أسسها حافظت على المنارة التي يعود عمرها إلى 850 عاما. مرت بعدة مراحل للصيانة عبر الأزمنة الماضية، هذه المرة الأولى اللي تم تدمير المنارة وتفجيرها بشكل كامل، تعرضت إلى يعني جرت عليها أعمال صيانة نتيجة انهيار بعض أجزاء من الطابوق في جسم المنارة عبر التاريخ. في عام 2019 تبنت دولة الإمارات إعادة إعمار منارة الحدباء والجامع النوري بالتعاون مع منظمة اليونسكو بمدة تتجاوز 5 أعوام باستخدام ذات الحجارة وبالارتفاع نفسه البالغ 55 مترا. انتهى الجدل بشأن منارة جامع السراجي التاريخية بإزالتها. توسع الشارع الذي كان يمر بها، لكن البصرة فقدت بهدمها إرثا وذاكرة تاريخية يعود عمرها إلى أكثر من 300 سنة، أي قبل حتى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بل هي أقدم من برج إيفل في فرنسا وساعة بيج بن في بريطانيا. كأن حلول الهندسة عجزت عن إيجاد طريقة أفضل لنقل المنارة التاريخية بدلا من هدمها بدعوى عرقلة حركة المرور، فهي ليست ملكا لديوان أوقاف أو محافظة حتى يتم المساس بها، بل ملكا لتاريخ حضارة العراق الضاربة في القدم. هذا ما يقوله مهتمون بالتراث، ويرون أنه كان حريا بالحكومة أن تجزئها وترقمها وتنقلها إلى مكانها الجديد مع الحفاظ على طرازها القديم. أعترض على طريقة الهدم، لأنه هذا الهدم هو ليس بيت عادي، هذا الهدم مسجد نعرفه وشايفينه ومصلين به ورايحين وزيارة، رادلهم بهدوء. المنارة تقص بمترين نازل بس على شرط تغلف، نحافظ على طريقة تصميمها وهذا الكاش الكربلائي اللون الفيروزي، تقص بهدوء تنزل نبني المنارة ونرجعها من جديد، ولا إثارة ولا شيء، لأن إحنا بالعراق ما بحاجة إلى فتن جديد، علما أنه القضية ما بها أي حس طائفي أو بغيضة طائفية أبدا. وبعد موجة الغضب والانتقادات التي أثارتها عملية هدم منارة جامع السراجي الأثرية، تعالت المطالب باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يلحق الضرر بالإرث الديني والتاريخي في العراق. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.